طابت أوقاتكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، أهلا بكم إلى هذا النقل المباشر من بلدة أميون وتحديدا من منطقة كفر عقا بمحافظة الشمال. طبعا امبارح طلعت تباعا نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بكل فروعها، ونجح من نجح ورسب من رسب، مع أنه نسبة الرسوب كانت جدا قليلة بكل الفروع. ومن بين الناجحين كان الأول على فرع الأسبيع علوم الحياة إيدي جورج نصيف من بلدة أميون الكورة. خلينا نقول أول شيء بنقول لك مبروك على النجاح، وهيك خلينا نحكي شوي نحن وياك، شو شعورك أول مرة أكيد بتاخذ شهادة، فشو شعورك بالفوز؟ هلا نحن الامتحانات الرسميه هذه السنه كانت بمثابه تجربه جديده لنا، نحن بالبروفي ما قدمنا، بقى لما طلعوا النتائج انا حكيت اوكي بالبروفي كنت اخذ افاده، خلينا نقول اوكي. هلا انا كنت متوقع اجيب مرتبه على لبنان لانه انا بالمدرسه كنت من المتفوقين، بس انه المرتبه الاولى ما كنت متوقع المرتبه الاولى يعني، بس انه اكيد شعور حلو يعني. فاجأت، كنا عم نحكي تحت الهواء انه ما انا عجبتك النتيجه بدك 20 على 20. إدي أنت من الناس اللي بيدرسوا موتا مو يعني كلمة وكلمة، وبتاخد من الجلدة للجلدة مثل ما بيقولوا؟ لا يعني في طريقة درس، يعني مش الخبرية بكمية الدرس، هي خبرية بطريقة الدرس، طريقة الدرس صح. بس اليوم عم نحكي تاريخ 30 على 30 جاي، فتاريخ كله حفظ يعني تقريبا ما في شيء يعني كالكول. هلا مادة التاريخ غير عن باقي المواد يعني. فالناس المستغربة فعلا إنه تاريخ تسكر العلامة 30 على 30. هلا التاريخ انه مفروض يكون حفظ يعني، بس انه مش مثل المواد العلميه اللي بدها تحليل مثلا. هو القصد في ناس بتجيب 30 على 30 بمواد الحفظ، جغرافيا، تربية مثلا، تاريخ. طبعا. اول ما عرفت النتيجه شو كانت صدمه لك ولا كنت متوقع تجيب هالنتيجه؟ هلا ما كانت صدمه كثير يعني، بس انه شعور حلو اكيد يعني. شو كان هيك رده فعل الناس اللي حولك؟ هلا امي يعني أمك أكيد الله يطول بعمرها، حنحكي معها بعد شوي. فرقعت أو وسط مثل الناس الباقيين؟ شو عملت لك؟ ما بحب هذا الصراحة. قد إيه عمرك إيدي؟ 17 سنة. أوكي، هلا شو مفكر تعملها بعدين؟ طب. بلبنان؟ طب. نعم. بلبنان. الناس دائما بتقول إنه هلا الشهادات أوكي أخذناها ونجحنا فيها وانبسطنا، وبعدين شو بدنا نعمل؟ مقرر خلص شو؟ حكي طب يعني، بس أسا الجامعة ما نعرف يعني، كنت على أساس مقرر، بس إنه هلأ يعني المرتبة الأولى فتحت لي كتير أبواب قدامي، كتير مجالات، كتير فرص. فكر شيء بالسفر لأنه المنصون تبعك بيخول أنه تفوت على أحسن جامعات برا. كتير، بس إنه هلأ ما نفكر بالسفر هلأ يعني. جاك شيء عروض من جامعات من كذا؟ لا بعد لا، هلأ لا، بس المفروض يجي يعني. ردة فعل المدرسة اللي أنت تعلمت فيها اللي قدمت باسمها شهادتك شو كانوا؟ هلا أكيد الأساتذة انبسطوا فيهم، هن حاطين ثقتهم فيه، هن كل السنة عم يشجعوني لحتى أوصل لهون، وأنا بدي أتوجه بشكر كبير للمدرسة للأساتذة اللي إحنا مرقنا بثلاث سنين صعبين، عنا مشاكل كهرباء، مشاكل إنترنت، مشكلة كورونا، مشكلة الأزمة الاقتصادية. نحن بالرغم من كل هالقصص مدرستنا يعني جربت تتخطى كل هالمشاكل وما تخليها تكون عوائق بوجهنا بوجه نجاحنا وتفوقنا. مبروك مرة تانية إيدي، وإن شاء الله بتتحقق كل أمانيك وبتفوت على الجامعة اللي أنت بدك إياها وبالاختصاص اللي أنت بدك إياه. خلينا نحكي شوي مع الوالدة، خبرتيني إنه كنت عم تبكي أو ما عرفتي النتيجة، فشعور أول شيء حلو. بدي أسألك إيدي، منه أول ولد بياخذ الشهادة عندك؟ لا، تاني ولد. تاني. إيه. رغم هيك بكيتي. بكيت لأنه نجاح كبير يعني على صعيد لبنان كله. مش بس ناجح، ناجح ومتفوق والأول. أكيد. هلا نحن سابقاً عنا كمان تفوقات بالعائلة، عرفت؟ وهو يعني ورتين القصة منه. ورتين. إيه الحمد لله، نشكر الله. بس بدنا الدولة شوية. بدنا الدولة. هذا دائماً نحن بنقول دائماً بدنا الدولة. شو بدنا من الدولة اليوم؟ بدنا من الدولة إنه هالنوابغ اللي عنا يدعمون ويساعدون، يعطون منح. وهذه هي، لأنه بتعرف وضع هالبلد يعني، الأهل ما بقى قادرين الصراحة. مثلا انا ابني كان مفكر جامعه خاصه، بس وقت اللي جربنا بجامعات خاصه ما عطيونا منح كامله، ما قادرين، فكرنا باللبنانيه يعني على بيروت.
واللبنانية اليوم كمان في مشاكل طبعاً مع صحيح الوزارة، مع صحيح وزارة المالية، حقوق صحيح. وكذا، فشو الحل؟ هلا ما بعرف يعني، كنا مربطين الصراحة مش عارفين، بس هلا وقت طلعت النتيجة يعني شوي ارتحنا، بركي انه بصير في عنده مجالات اكثر. ممكن تسعوا لبرا، ولا برا لبنان؟ في عندكم قرايبين هلا برا لبنان؟ عنا حدا برا يعني، نحن بس الصراحة انا ما عندي غيره، وماني مفكرة اني سافروا لبرا، تمام. اني اول شيء متعلقة فيه كثير، واكيد انتم كل الناس عندها اولاد، والله يخلي اولاد العالم كلها، وحلو النجاح، والله ينجح الكل كمان. بهاي المناسبة، أم اليوم شو بتقولي لابنك لإيدي؟ انا بقول له الله يعطيك يا ماما ايام حلوة، والله ان شاء الله بيحقق احلامه وطموحاته بالحياة، وبتمنى له النجاح الدايم إن شاء الله. والصحة اكيد كمان. أكثر صعوبات واجهته لإيدي مثلاً بفترة الدرس، خلينا نقول شو بيسموها فترة التحضير أو التهيؤ للامتحانات، شو كانت أكثر شيء؟ الصراحة إيدي ما عنده صعوبات، لأنه ولد كتير ذكي الصراحة يعني. بهذا كنت أنا عم عيط عليه ليدرس، هو ما كان عم يدرس هيدا التقديم، كان أبدا ما عم يدرس مثل قبل، وأنا من هيك كنت خايفة يعني، وقت اللي طلعت النتيجة كتير تفاجأت، والحمد لله نشكر الحمد لله. الله. أدي برجع لك بس على قصة العلامات، اليوم عم نحكي عن السيونس 79 على 80، الكيمستري الشيمية 60 على 60، وحتى الفيزيك كمان 60 على 60، والرياضيات 60 على 60. قد ايه صعب يتحقق هذا الرقم، ايه ولا لا؟ هلا هو ما شيء صعب، في شيء صعب بالحياه يعني، قد ما نحن بنحضر، قد ما نحن بنكون جاهزين لهالموضوع، للمسابقات اللي رح تجي، ما رح نلاقي شيء صعب يعني. كان تحضيرك كافي مثل ما عم تقول الوالده كمان هيك، كان في شوي عم تعذبها بالتحضير؟ هلا انا بعتمد على حالي يعني، انا عارف حالي انه انا ماني رح اروح على التقديم ونقصر يعني، كنت عارف حالي انه خلص هودي اللي درستهم كافيين بالنسبه لي، يمكن هن مش كافيين لغيري، بس انا بالنسبه لي كانوا كافيين. قصة الكهرباء، خلينا نقول الإضاءة، بدك ضوء تدرس، بدك هون المنطقة شوي تعتبر عالية عن البحر، يمكن بالشتي كمان برد بيصير، فكل هلا هول العوامل ما أثروا فيك إنه لا عادي، هلا هو هلا هو المشاكل اللي بيواجهونا شوية لما كنا عم ندرس اونلاين، انه تنقطع الكهرباء وانترنت وهيك. بس نعم. رسالة أخيرة منك أدي لكل طلاب لبنان الحاليين والمستقبلين، شو ممكن تقول؟ هلا الطلاب اللي نجحوا اكيد بدي اقول لهم مبروك، واللي ما نجحوا بدي اقول لهم ما بيأثر في دورة تانية، شدوا حالكم واكيد رح تنجحوا. بالنسبة للطلاب المستقبليين، ما تخلوا شيء يوقف بوجه احلامكم وشدوا حالكم. يلا شكرا لك ادي نصيف، وشكرا ايضا لوالدته يلي قدمت له كل هذا الدعم. مشاهدينا الكرام، بدي اكون عم اقول كمان في خلينا نقول العشره الاوائل بلبنان، هن ادي وكلارا فادي راشد نجام، ادي 19.56، كلارا 19.5، ومريم علي حجازي 19.5، كلوديا حسين ايضا 19.44، زينب مشاك 19.39، سيرين سمير برو كمان 19.39، ساره محمد 19.39، ولين عماد 19.33، ومحمد الشقره 19.33، ونبيل علي العويدات 19.28. يعني الارقام متقاربه جدا، بعتقد هو الفروقات بنص او ربع يمكن بالعلامات، لانه الكوفيسون بينضرب وبصير على 20 هيدا الكسر الفرق. اذا مشاهدينا الكرام، كنا مع ايدي يلي كان حقق هيدا الرقم، وهو كان الاول على فرعه بالاس في بالشهاده الثانويه لهيدي السنه من بلده كفرعقة باميون بشمال. كنا معكم انا بلال المرعبي، وزميلي على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعه والى اللقاء.